فالمسلم الواجب عليه يا اخواننا يكون اخلاقه اخلاق كريمه واخلاق فاضله واخلاق جميله، لانه يا اخواننا العلماء وكذا عرفوا الاخلاق قالوا هي كف الاذى وبذل الندى والصبر على الاذى وطلاقة الوجه وطيب الكلام. فده يا اخواننا تعاريف العلماء في الاخلاق. فقبل يا اخواننا ما نتكلم عن تعريف الاخلاق عايزين نتكلم عن اخلاق المعلم والمربي وافضل البشر وأفضل من وطئت قدماه الثرى رسولنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. دعنا نشوف يا أخواننا أخلاقه كانت كيف، لأنه نحن بنتأسب منه يا أخواننا، بنتأسب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن بنتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أثنى على خلقه في القرآن فقال كان خلقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق الأخلاق العظيمة، أخلاقه ما كانت عظيمة فقط، الله سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني الأخلاق العظيمة كان هنا إنت فوق إنت هنا، وإنك لعلى خلق عظيم. فدي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن ده يا أخواننا بما فيه من النور وبما فيه من الهدى دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. فكان رحيما بالمؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شاكيد اخوانا زول بتلقى فظ وزول غليظ، دائما بتلقى ناس شنو يا اخوانا؟ تلقى الناس بعيده منه وخايفه منه. المراه في البيت تلقاها خايفه لانه راجل فظ، والاولاد امهم تقول لهم امشي لابوكم ده قول له تعالى الغدا، تلقى الولد ما يقدر يمشي لانه ممكن الابو ينهره، فظ غليظ. قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي اخواننا صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالمؤمنين، محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار. لما تجي في موضوع الكفار موضوع الجهاد والحرب كانوا شديدين ما بيلعبوا ولا بيتنازلوا، أشداء عن الكفار معلوم، لكن يا أخواننا على الكفار أشداء لكن رحماء وشنو بينهم، فبيناتهم رحيمين، بيناتهم الألفة والرحمة والرفق. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين شنو؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بالمؤمنين، يتخلق بالأخلاق الكريمة وبالصفات الجميلة. حتى أخواننا في زمن الجاهلية قبل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلقبوه ويقول له الصادق الأمين، والكفار بيشيلوا أماناتهم بيخطوها منه يا أخوانا
بيخطوها عند النبي صلى الله عليه وسلم. شكد الليلة تلقى كان في زول عنده قروش فيضليه بيشوف واحد من أولاد أهله ولا من قرائبه ولا من ناس الجيران الحوالينه تلقى زول أمين يقول لها عليك الله أمسك ليدي مع أخوت علي. ما بيمشي يديها للزول شنو؟ للزول الما أمين ولا للزول الأخلاق سيئة، لأنه ممكن ينكره، ممكن يأكله، ممكن يشيل من قروشه دي. شكد يا أخواننا الزول يتصف بالصفات الجميلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل في غار حراء وكان بيتعبد فجاءه بصورته الحقيقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف خوف شديد وجاء لخديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، فخديجة رضي الله عنها طمنته وكانت مرة عاقلة يا أخوانا. شكيد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها وكان عمره أكبر منه لأنه كانت مرة عاقلة وثبتته في أول الإسلام، فدته كلام جميل وكلام طيب نفسه. شكيد أنت كان جاك زول مهموم ولا مغموم ولا عنده مشكلة ما تزيده زيادة، وما زول جايك انت ما ممكن تزيد له الجرعة زيادة، انت خفف عليه. كان مهموم دخل له السرور في قلبه، وكان عليه دين حاول، كان عندك استطاعة قضي له موضوعه ده، ما تزيد له الموضوع زيادة. شكيدة خديجة رضي الله عنها قالت له شنو؟ ذكرته بحاجات هو كان بيعملها زمان وطمنته، قالت له إنك لتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتكرم الضيف وتقوم على نوائب الحق، والله لن يخزيك الله أبدا. قالت له أنت عندك صفات زي دي؟ الله سبحانه وتعالى ما بيخزيك، والله سبحانه وتعالى ما بيضيعك، لأنه دي أخواننا صفات جميلة وصفات كريمة. فعلى الواجب على المسلم يا أخواننا يتحلى بالصفات دي وبالأخلاق دي، لأنه الإسلام يا أخواننا حسانة على حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. دار تعرف أكمل الناس في الإيمان منه الناس الأخلاق طيبة وأخلاق جميلة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رأيكم شنو يا أخواننا في الصيام؟ زول يخلي شاي الصباح والفطور والغداء وكل الشاي النهار والجبنة، يخلي الموضوع ده كله صعب ولا ما صعب؟ طيب يخلي غيام يغيم الليل، يقوم بالليل يخلي النوم يصلي له ركعتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ثمانية، صعب ولا ما صعب يا أخوانا؟ النوم زول النهار كله شغال وتعبان، كونه يقوم بالليل رأيكم شنو؟ صعب ولا ما صعب؟ طيب صعب. ممكن انت تصل الدرجة دي بحسن الخلق بتاعك ده. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإخوان المسلم يكون أخلاق وأخلاق جميلة ويتحلى بالأخلاق الكريمة، لأنه دي أخواننا أدقل حاجة في الميزان، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق بتقل شنو يا أخوانا؟ بتقل الميزان، بكتر شنو؟ بكتر الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر حاجة يا أخوانا بتدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس
بخلق حسن، يعني عامل الناس بالمعاملة الطيبة، ويتعامل مع الناس بالمعاملة الكريمة. لأنه يا أخوانا الصفات دي صفات الخلق الجميل دي النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك في موضوع اختيار الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترضون شنو دينه وشنو وخلقه فزوجوه. عشان تعرف ان الموضوع ده اخواننا ما موضوع سهل. اي سالوك والله فلان ده تقدم لفلانه، رايك شنو في الموضوع ده؟ والله يا اخواننا زول ده انا بعرف انه زول بيصلي وزول موحد، وده اهم حاجه يا اخواننا. اهم شيء يكون شنو يا اخواننا؟ يكون زول موحد الله سبحانه وتعالى، وعنده عقيده في رب الخلق، وما يعتقد في بشر لا ملك مقرب ولا ولي ولا رسول مرسل ولا غير ذلك. عقيدته تكون في الله سبحانه وتعالى. كان دار يدعو منه يا اخواننا؟ يدعو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لانه يا اخواننا العباده دي حقت منه؟ ده حق الله يا ناس، ما حق زول. يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. دي أخواننا حق الله سبحانه وتعالى علينا، إننا نعبد براو ونفرد له العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكثير من الناس يا أخواننا عندهم أعمال صالحة، تلقى بيصلي وبيصوم وبيحج وبيفعل الطاعات كلها وبيجتنب المحرمات، والأخلاق ذاتها اللي بنتكلم عنها دي نجيط فيها، ما عنده مشكلة. لكن عنده خلل في العقيدة وخلل في الإيمان وخلل في التوحيد، ده يا أخواننا الله ما بيتقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ هباء منثورا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإخواننا انت لازم تعرف الإسلام ده أولويات، عشان ما تتعب ساي. عشان كده إخواننا العلم ده مهم. تعرف إنه الإيمان ده بادي بشنو؟ شهادة أن لا إله إلا الله أول حاجة إخواننا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وقت رسل معاذ إلى اليمن قال له فلتكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. لأنه يا أخواننا التوحيد ده نمرة واحد. لو بقت أخلاقك أحسن أخلاق وتحلت بأجمل الصفات، لكن عقيدتك ما في الله سبحانه وتعالى، ولا بتقع في نوع من أنواع الشركيات، ده كله يا أخواننا بيحبط والله ما بيتقبله منك. زي ما يا أخواننا حاتم الطائي ده كان كريم كرم، قالوا كان أكرم أهل العرب، يعني زول في الكرم ما بيلحقوا نهاية. مش الناس يا أخواننا في إكلهم كده، قالوا كان يؤكل حتى الحيوانات وحتى الوحوش. فأكتر من كده يا أخواننا كرم أكتر من دفي؟ مات كافر ما مسلم ومات على الشرك. فجاء ولده ولد حاتم الطائي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أين أبي؟ قال له أباك في النار. قال له أبوك في النار، بيكرمه ده كله في النار. وأبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف معاه ودافع عنه. في أخواننا في زول بيعمل عملية زي دي، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقف معاه ويحميه، في عمل صالح أكثر من ده؟ ما في. كان صليت شفته ليوم القيامة، ما في أفضل من إنك تقيف وتحمي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك وبروحك، ما في أفضل من كده. بعد يا أخواننا ما شهد أن لا إله إلا الله ومات على ملة الشرك وعلى ملة الكفر، فكان من أصحاب النار. شاكد يا أخواننا خلقك إذا كان جميل ولا عملك الصالح ده كله
ما تحبط بنوع من انواع الشرك بالله عز وجل. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك شنو؟ ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فانت عملت الاعمال الصالحة دي وحسنت اخلاقك فما تقع في شنو؟ في نوع من انواع الشركيات يا اخواننا. زول علق له تميمة ولا حجاب ولا يدعو له شيخ ولا فكي ولا غيره، دي اخواننا دي كلها من الشركيات يا اخواننا. ما بيجوز تتمسح لك بضريح ولا بقبر ولا تقع لك في نوع من انواع الشركيات، ده اخواننا شرك. الله ما بيقبل منك عمل. انت لازم تعرف المعلومه دي، انه الله ما بيقبل منك عمل بنوع من انواع الشرك. فيا اخواننا المسلم يتحلى بالصفات دي. قالت خديجه رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم: فالصدق من الاخلاق الجميله ومن الصفات الحميده التي يجب على المسلم ان يتحلى بها ويكون صادقا. عشان كده يا اخواننا دي منزله عاليه، منزله الصدق دي. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فمنزله الصدق يا اخواننا منزله عاليه. فاذا انت عودت لسانك انك تكون صادق، اول حاجه بتكون عندك شخصيه. اذا انت زول كذاب، الناس في الغالب بتكون شخصيتك ضعيفه، لانه الناس ما بتصدقك. انا الليله كانت كذبت علي مره واحده، ممكن تاني ما اصدقك. ليه؟ لانه ممكن تكون بتكذب طوال، انا عارفك كيف. والاسلام ده يا اخواننا جانب الصدق. الاسلام ده كله اذا ما كان الناس اللي قالوا لنا الكتاب والسنه ديل ناس صادقين، كان الناس حتكون عندها شك في شنو؟ في الكتاب وفي السنه. لانه الكتاب والسنه جانا عن طريق رجال، نقلا فلان عن فلان عن فلان. وعلم الحديث ده يا اخواننا كان من ادق العلوم. اذا في زول كذاب ولا مدلس ولا بنسى ولا ما بيضبط، ما بياخدوا منه حديث. يقول لك الزول ده حديثه ده ضعيف، فلان الفلاني ده حديثه ضعيف. ليه؟ لانه يقول لك الزول ده كذاب او ما ضابط، ما بياخدوا منه حديث. عشان كده انت اذا ما بقيت صادق ما يجوز يطلب منك علم ولا ياخدوا منك فتوى. والاسلام ده كله جانا عن طريق الصدق يا اخوان. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لأنه الصدق ده أهم حاجة يا أخوانا. والزول بيكذب ده محله وين يا أخوانا؟ لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخوانا الكذب يؤدي إلى النار، والصدق يؤدي إلى شنو يا أخوانا؟ يؤدي إلى الجنة. فالإنسان يا أخوانا يكون صادق ويكون أمين. أول حاجة تكون أمين مع ربك، نمرة واحد، بالعقيدة الصحيحة وبتطبيق السنة وبأداء الفرائض من الصلوات الخمسة. لأنه يا أخوانا كثير من الناس اللي بيضيعوا الصلوات، مسلم تلقى يضيع الصلاة. تحرص يا أخوانا على الصلوات الخمسة في جماعة، وتحرص على في وقتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فتحرص على الصلاة يا أخوانا في وقتها، لأن يا أخوانا الزول ما بيصلي ولا بيفوت صلاة واحدة ولا جزء من الصلوات. تلقى زول بيقول لك: أنا بصلي الصلوات الأربعة إلا الصبح ده أنا ما بقدر عليه. كأنك أنت ما بتصلي. عارف المعلومة دي؟ الزول اللي بيقطع الصلاة ده زول كأنه ما بصلي. وإذا أنت ما فوتت الصلوات فأنت بتكون كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالعلماء قالوا الزول اللي ما بصلي ده بيموت كافر. قالوا: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. اخواننا شوف الموضوع ده خطير كيف. في زول تلقى فوت الصبح
واحدين تلقاهم بفوتوا العشاء، واحدين تقول لك احنا والله وقت الظهر ده مشغولين، شغالين ميكانيكيه بنكون تحت العربات، وشغالين ما عارف لك في المصانع، فالظهر ده ما بنقدر عليه، ممكن نصلي الصبح ونصلي العصر ونصلي المغرب والعشاء. ده اخواننا تقطيع للصلاه وتركي للصلاه، كانك تارك صلاه انت. عشان كده اخوانا الانسان يحرص شنو اخواننا على الصلوات في وقتها. ده اخوانا من اداء الامانه، واذا زول اداك امانه تسلم له زي ما اداك ليها كامله غير ناقصه. لانه في زول يقول لك والله انا شلت منها وبعدين برجع لي استاذن، قول لي يا اخي انا داير المبلغ الفلاني، كان قال لك شيله شيله، قال لك ما شيله خلاله في محله ما تهبشه. والانسان ايضا يا اخواني يتحلى بالكرم، الانسان يكون كريم، ما تكون زول بخيل وزول شحيح. شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. فيا اخواننا تكرم جارك، تتفقد جيرانك، تشوف المحتاج منه، تشوف الزول اللي عنده دين وانت مستطيع تديه. اذا انت ركبت المواصلات ما تلبت، في ناس يا اخواننا بيلبتوا، ترى قال يقبل مواصلات ولقى زول بيعرفه وهو قاعد قدام تلقى لابد ما تلبت، ادفع له كان عندك ادفع له، لان كان ما عندك ده ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن كان عندك ادفع. وتلقى جماعه مشوا المطعم تلقى واحد بتلبت، ما تتلبت، امشي قدام ادفع، خليك زول كريم يا اخوانا، لانه الشح والايمان لا يجتمعان في قلب المؤمن، ما بيتلمن الاثنين ديل، زول شحيح وزول عنده ايمان ما بيتلمن. عشان كده خليك زول كريم، تنفق وتحسن للناس وتكرم. زول جاك ضيف ما تقعد تدس جوا اللوضة وتمشي تتونس مع زول تاني، ولا تقول انا ده اقرا قران، ده ما وقت القران. الوقت ده لما تكرم ضيفك الله بيثيبك اكثر من قرايه القران ذاته. لانه يا اخواننا الاسلام ده دائما الله سبحانه وتعالى بيثيب الزول بحسب حوجة الناس. عشان كده قال افضل او احب الناس الى الله انفعهم للناس. فاكثر زول يا اخواننا الله سبحانه وتعالى بيحب الزول اللي بينفع الناس. تنفع الناس باي حاجه، طلعت ماشي في الشارع لقيت زول بمنشر له فيستي تقيف تساعده، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او تحمل عليها متاعه صدقه. لقيت ناس مسافرين ونسوان وكذا شايلين شنط تساعدهم تشيل معاهم، لقيت زول متعطل في الشارع توقف عربيتك تساعده، لقيت ماشي بعربيتك وسايق لك عربيه وعندك سعه ارفع الناس معاك شيلهم. فيا اخواننا تنفع الناس بما تستطيع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن انظار المعثر، الزول المعسر، الزول اللي عليه دين، كونك يا اخواننا تقف معاه وتأدي له دينه، ده اخواننا الله سبحانه وتعالى بيديك فيه اجر كثير، لانه الدين ده صعب يا اخواننا. زول والله لما يكون مديون والناس دايرين منه قروش والمواعيد جات، اول ما زول القروش الداير منك ده يجي عليك والله في وشه اظن ما تقدر تعيل له. في اخواننا ذله شديده وقهر للرجال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا اخواننا تقيف مع المحتاج وتحسن للناس وتبر والدينك وتحسن لزوجتك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عشان كده الشيخ سليمان رحيلي بيتكلم عن الأخلاق جوا البيت، دي كلام عجيب ودائما بيكرر الكلام ده يا اخواننا في المحاضرات بتاعته. بيقول يا اخواننا زول تلقاه
برا البيت بيصنع الأخلاق. اعفي الزول معلش، وتلقاه واقف مع الناس وهاش وباش، لكن وقت يخرج جوا البيت يصور وشه، وممكن يدوق مرته وينهر أولاده، وإذا أبوه وأمه قاعدين معاه في البيت يسيء لهم ويطلبوا منه حاجات يرفض، تلقى أخلاق وأخلاق سيئة جوا البيت. يطلع برا يصنع على الناس، دار تعرف معدن الزول وأخلاقه الحقيقية شوفوا جوا البيت، لأنه في البيت ده ما في تصنع. أي زول بيديك شنو؟ بيديك حقيقته زي ما بقوله، دي حقيقته جوا البيت. عشان كده يا أخواننا، أنت أول حاجة تحسن لناس بيتك ديل وتكون أخلاقك جميلة مع ناس بيتك، بعد ذلك تطلع شنو يا أخواننا؟ تطلع للناس الجوا، لأنه الموضوع ده أنت ما عامله لزول، لا رياء ولا نفاقا، أنت الموضوع ده عامله تدينا لله عز وجل وتقربا لله عز وجل. عشان كده يا أخواننا العلماء وقد عرفوا حسن الخلق قالوا هو كف الأذى، تكف الأذى عن الناس يا أخواننا. ما في أذية كثيرة بيجيك من الناس، إنت ما تبقى زيهم، إنت تكف الأذى عن الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففي زول بيده دي بيدعب الناس دي تعب شديد، اضرب ده والطش ده وياكل حق ده، تقال اليد دي بتعمل حاجات بسيطة، اليد دي بتنهب واليد دي بتسرق واليد دي بتعمل حاجات كثيرة. عشان كده قال المسلم من سلم المسلمون من شنو؟ من لسانه ويده. واللسان ده يا اخواننا الزول يحافظ عليه ويدي الناس الكلام الجميل والكلام الطيب. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا، ما قال الحاجة قولوا للناس كلام طيب، قال قولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني طلع من خشمك ده أفضل وأجمل الكلام. قال إن الشيطان ينزغ بينكم، فأدي الناس الكلام شنو يا أخوانا؟ الكلام الجميل والكلام الطيب، وكف الأذى عن الناس، لأنه في زول يا أخوانا بتلقى لسانه ده لسان غزر ولسان فاحش، بتجي عليه يا أداك كلام سيء، يا كورك فيك، يا نبزك. في ناس لسانهم ده والله زفر، والزول لسانه زفر ده دائما بتلقى الناس بعيدة منه ما بتمشي عليه. يقول لك والله الزول ده لسانه ده زي الفلغة أخطاه ما تمشي عليه، لأنه ينقبل عليك بلسانه ده بينجمك. شكيد يا أخواننا قالوا كف الأذى وبذل الندى، يعني تبذل للناس الخير والإحسان والفضل والصبر على الأذى. ودي يا أخواننا مهمة جدا الصبر على الأذى دي، لأنه يا أخواننا إنت الأذى ده بتلقى من البشرية دي كلها، ممكن يأذوك في مالك، يأذوك في نفسك، يأذوك في عرضك، بتلقى أذى كثير من الناس. هل إنت بتصبر ولا ما بتصبر؟ بالراحة كده يا أخواننا ناخد أمثلة. كان زول يا أخواننا ماشي في الشارع ده بالعربية، واحد قرصه والله تلقاه ينبزوا ليجدوا الأخير، يا أخي التين على أبو العلمكم السواقة وإنتوا جايبينكم من وين ولا داكم الروخة الزمنو، وينبزوا ويطلع الفاس بزيئة. شكد يا أخواننا تصبر في الشارع ده، تصبر في البيت، تصبر. الزوجة ممكن تأذيك، أولادك ممكن يأذوك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بتلقى أذية. فهل انت بتصبر ولا ما بتصبر؟ ده المحاكي هنا، ده المحاكي انك بتقدر تصبر ولا ما بتصبر. فالانسان يا اخواننا يصبر على اذى الناس، لانه ممكن تلقى اخواننا اذى من اقرب الاقربين. انت بتصبر ولا ما بتصبر؟ قالوا وطلاقة الوجه. ويا اخواننا الزول لما يكون داري قابل الناس يقابلهم بوجه شنو؟ زي ما بيقولوا بوجه صبوح، ابتسم للناس. تلقى واحد صاري متخيل انه الدين الاسلام ده صرى، ولا في زول تلقاه يقول لك والله انا اخلاقي هنا متضايق، يخص ابتسم للناس، وزع الابتسامات دي بقروش يا اخوانا. في زول بيدفعوه قروش، وزع الابتسامات دي للناس.
أقل لها كما ديت الزور كلام سمح يشوف منك شنو يا أخوانا، يشوف منك واش سمح. والله في زول تلقى بسلم عليك وصاري تقول الزول ده ماله، ولا زول يسلم عليك تلقى مقبل كده ده. قبل على الزول وسلم عليه وابتسم في وشه، دي أخوانا صدقة. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أطلق وشك ده، صار وشك مالك إنت، أطلق وشك وابتسم للناس. برضو يا أخواننا السرور، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الأعمال قال السرور تدخله في قلب مسلم. يعني كونك تدخل يا أخواننا ليزول سرور في قلبه وتفرحوا. العلماء قالوا حتى لو كان من أمور الدنيا، يعني تحكي له حاجة تبسط بيها تفرفش بيه تضحكوا، قالوا الله سبحانه وتعالى بيديك فيها أجر. لكن تحتسب الأمور دي كلها يا أخوانا، الإنسان أهم حاجة يحتسب فيها ويخذ النية إنه العمل ده عامله تقربا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى بيسيبك على عملك ده. فتدخل السرور في قلب المسلم، وتدخل السرور يا أخوانا في قلب والدينك، وده أول حاجة يا أخوانا. والزول ما عنده خير لوالدينه ما عنده خير للناس، عارف المعلومة دي. فأول حاجة يا أخوانا تدخل السرور في قلب والدينك وفي قلب أهلك وفي قلب المسلمين كلهم. أدي الناس كلام سمح، تلقى زول يا أخوانا بيسيل الناس وينبيس يختم لك. أدي الناس دي كلام طيب، ابتسم للناس، خلي أخلاقك جميلة. الناس ذات يا أخوانا في الدنيا دي ناس بتحبك، غير أنه أنت بعدين حتخش الجنة بالأخلاق الجميلة دي. الناس بتحبك، يقول لك والله الزول ده زول والله هاشي وباش، زول أخلاقه طيبة، زول صفاته جميلة. شاكيد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بيجوا يسألوا منك الزول ده والله يا أخي عرفنا دينه، توحيده تمام وصلاته تمام وكذا، أخلاقه كيف؟ يقول لك والله الزول ده والله أخلاقه ما كويسة، والله مرات شفته بيمشي محلات السكر البجادي، وزول ذاته لسانه ما كويس، وزول شحيح، وزول خاين، وزول يجيب لك له صفات شينة، وزول متكبر. في زول تاني يقول لك والله الزول ده والله ده ود ناس، الزول ده مؤدب أدب، والله طالع من بيت أهله والله مربينه مؤدبينه. يقول لك والله ما شاء الله، إن جيت في أي صفة من صفاته تلقاه صفته جميلة، إن جيت في الكرم تلقاه تمام، في التواضع بتلقاه تمام، في الشجاعة زول شجاع، في المروة عنده مروة، في الصدق زول صادق، في الأخلاق كلها تلقاه ما شاء الله تبارك الله. وفي زول يقول لك والله الزول ده أخطاه ما تديه. مش كده يا أخواننا، ده عنصر مهم جدا الخلق ده. نمرة اثنين طوالي، شوف ما قالوا حاجة ثانية، قال دينه وخلقه بس، الاثنين ديل بس. ممكن يدوك طوالي مرة يقول لك هاك استلم الزوج. شكيدة يا أخواننا، من الأخلاق برضو يا أخواننا التي يجب على المسلم أن يتصف بها خلق التواضع، ومن تواضع لله رفعه. لأنه في ناس يا أخواننا متكبرين، تلقى زول متعجرف ومتكبر. زي ما قالوا العلماء، كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين؟ بتتكبر على شنو؟ من ناحية مال، ما أفضل من قارون. قارون ده قالوا لو كتحكى عنه القرآن، قال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مش أخوان الكلام عن القروش، لا لا لا، الكلام عن المفاتيح. رجال شان يجي يشيلوا المفاتيح، بعد ما تكبر على الناس وقال إنما أوتيته من عندي، فالله سبحانه وتعالى قال فخسفنا به وبداره الأرض. الله سبحانه وتعالى انتهى منه لأنه كان متكبر على الناس. والبتكبر بعلمه عارفه ده ما عنده علم، لأنه العلم ده كان ما زادك تواضع، انت معناته ما استفدت من علمك ده. تتواضع للناس، انت متكبر على شنو؟
العلم اللي داخله منه مع الله سبحانه وتعالى، والقروش اللي داخله منه داخله الله، وكان صح اللي داخله منه داخله الله سبحانه وتعالى، وكان وجاه اللي داخله منه داخله الله سبحانه وتعالى. ما عندك حاجة، أنت عبد ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالإنسان يا أخوانا ما يتكبر على الناس. والإنسان يا أخوانا من الصفات التي يجب أن يتحلى بها صفة الحياء، يكون زول حيي. لأنه في زول تلقاه ويقول لك هوي والله أنا ما بخجل أصو، أنت قال دي كويسة يعني؟ ما كويسة. شكدا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كما بتخجل سوي ده تسويها، وده كلام للتحديد. شكدا يا أخوان الإنسان يكون حي، والحياة ده من الإيمان، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم جلي قاليه واحد بيعاتب في أخوه في إنه يكون زول حي وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال له خليه، الحياء ده من الإيمان، إذا رفع الإيمان يكونان معا، إذا رفع أحدهما يرفع الآخر، الإيمان والحياء سواء. كان الإيمان ترفع الحياة بترفع، وكان الحياة ترفع الإيمان بترفع. شكد يا أخوان المسلم ده في صفات كثيرة لا بد يتحلى بها، من الكرم والشجاعة والحياة والتواضع، دي كلها صفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. زر بس يا أخوانا، والله لو ما كان جاء في موضوع التكبر ده إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده لكفى. إن أنت إذا في قلبك مثقال زر بس من كبر، أنت ما بتدخل الجنة. شكد يا أخوانا الموضوع ده خطير، موضوع الأخلاق ده يا أخوانا موضوع مهم. فالمسلمين يتواصوا ما بيناتهم في موضوع الأخلاق، ويعفو ويصفحوا، لأنه ممكن تجيك أذية، فأنت الواجب عليك إنك شنو؟ إنك تعفو وتصفح. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنت أول حاجة لك تقزم غيظك، دي النمرة واحد. قال: والعافين عن الناس وتعفو، ودي مرحلة صعبة يا أخوانا. أنا ممكن أقزم لك غيظي. نمرة اثنين قال: والعافين عن الناس، وزول الأذاك ده تعفو عنه. قال: والله يحب المحسنين. فأخواننا دي حاجات عالية جدا، وفي أشياء يا أخواننا والله نحن صعب علينا، بوريك عديل. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يتكلم عن أنس، قال: أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: فما نهرني ولا كهرني ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا. إخواننا دي بنقدر عليها؟ دي صعبة يا إخواننا. إنت ممكن في اليوم الواحد تكورك وتسيء وتنبز، وزي ما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال الصحابي: فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله. الغضب ده أخوانا خطير، تكورك وتتنفر وتتنهر، لازم تملك نفسك أخوانا عند الغضب. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 سنين أنس خدمه، لا قال له شيء ما فعلته ليه ما فعلت كذا، ولا لي شيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. قال: ولا نهر ولا كهر. دي أخلاق عالية يا أخوانا، دي ما بتقدر عليها، لكن بنحاول نتأسب النبي صلى الله عليه وسلم محاولة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
فبنتحاول شنو يا اخواننا نتأسى ونحترم يا اخواننا زول الكبير ذو الشيبة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وقال إن من إجلال الله احترام ذا الشيبة المسلم. لقيت عمنا كبير قطع الزلط، لقيته ركب الحافلة أقيف خلي اللي يقعد، لقيته في مستشفى داير مساعدة لأي حاجة أقيف ساعده. الله سبحانه وتعالى بيفتح عليك، والله سبحانه وتعالى بيوفقك. شاكيد يا أخواننا المسلم يتحلى بالأخلاق دي كلها، ويعفو ويصفى عن الناس، زي ما قلنا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه خير يوم القيامة من أي الحوي يشاء. زول غازك، جا شاكلك، جا نبزك، جا سالك، أها انت موقفك كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، يعني الزول القوي ما هو البدوك، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الزول الشديد هو اللي بيملك نفسه، الشديد ما هو البدوك بيضرب، الشديد اللي بيملك نفسه. شكد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا زول ومسكوا وخنقوا من هدومه هنا، وقال له وديني من مال الله الذي أعطاك ليس من مالك ولا من مال أبيك. قال له اديني، ده لا مالك ولا مال أبوك، اديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شيل القطيع ده كله، شاله. وجاء يهودي يا أخواننا ما مسلم، يهودي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعايز من الرسول صلى الله عليه وسلم قروش، فقال له يعني بمعنى العبارة ديني قروشي ومالي وكذا، فطالب بماله بطريقة شينة. فالصحابة كان دار يقوموا عليه ويبطشوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبتهم قال لهم كفوا أقيفوا، عليكم أن تأمروني بحسن القضاء وتأمروه بالإنذار. يعني تقول لي، تقول لي أنا قد له قروش وديه قروشه، وتقول له لو مهلته وأنظرته، الزول المنظر يعني زول البمهل، لو أمهلتني شوية. شوف يا أخوانا الأخلاق دي عالية كيف، لأن يا أخوانا قال لهم الزول ده بيطالب بحقه وعنده حق، وجاي إعرابي يا أخوانا ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإعرابي دائما الزول اللي بيجي من البادية ما من المدن، وديل دائما بيكونوا ما متعلمين وما عندهم الثقافة بتاع شنو بتاعت المدينة. فجاء خاش المسجد ومشى زاوية المسجد وبال، اتخيل يا أخواننا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة أصحابه رضي الله عنهم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع ده ما سهل، موضوع كبير. فبال في المسجد، فالصحابة داروا يقوموا عليه ويبطشوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقفهم قال لهم دعوه لا تزرموه، خلوه كمل بوله. ليه يا أخواننا؟ لأن أول حاجة يا أخواننا كان مشى قطع لي بولو بيأزاو بمرته في نفسه، نمرة اثنين ممكن يشتت البول في المسجد، ما الوقت لما وقت بال في حتة واحدة ممكن يكبوا فوقها موية الموضوع انتهى، لكن وقت يشتت لك البول في المسجد كله مشكلة، ممكن تنكشف عورته. ثلاثة تبقى مشكلة كبيرة يا أخواننا. شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه، فبعد ذاك جل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم علموا وراوا، قال له هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن، فعلموا وراوا، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد بعدنا. قال له اغفر لينا أنا ومحمد بس برانا، ما داريني ولا تغفر لديل ولا، لأنه شنو يا أخواننا؟ لأنه يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم
تعليم جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه وراه. شاكيدة برضو في واحد من الصحابة يخش المسجد، والوقت ذاك موضوع إنه ما يتكلموا في الصلاة لسه ما نزلت الشريعة على منع الكلام. في أول الإسلام كان بيصلوا بيتكلموا، فبعد ذاك منع الكلام في الصلاة، والصحابة دي خش المسجد فقال السلام عليكم، زور رد عليه ما في، فقال السلام عليكم ما بزور رد عليه، قال ما لي أراكم لا تردون السلام، قال لما لكم ما بتردوا، فعاينوا له معاينة إنه استنكروا عليه الكلام ده، إنه الكلام ده غلط. فبدأ يتكلم في الصلاة والصحابة ضربوا في أفخاذ. لما انتهى من الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قعدوا ووراوا وعلموا، قال له إنما الصلاة يذكر فيها اسم الله وليس فيها الكلام وكذا وكذا، وعلموا. فقال والله ما رأيت مربيا ومعلما أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ووراوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وأخلاقه جميلة. يا أخواننا شاكيد يا أخواننا، الواجب علينا نحن كمسلمين نتخلق بالأخلاق الجميلة دي، ونحترم الكبير ونحترم الصغير، ونؤدي الأمانات، ونتحلى بالشجاعة. الإنسان ما يكون خواف. في ناس يا أخواننا خوافين، خليك شجاع وفي الحق، في الحق ما تتنازل، خليك شجاع، لكن في الباطل ممكن تتنازل، تقول والله أخوانا أنا غلطة وكلامي ده غلط والصح كده، وما تتكبر على الناس، لأنه في واحد تلقاه قاعد ومد يده للناس، والناس تجي من هناك والبيقلع عمته والبيقلع شبشبه، يجي يعمل شنو؟ يجي يبوس اليد يفوت، يجي البعدي يبوس اليد يفوت. أول حاجة زول القاعد في الكرسي ده زول متكبر، ياخ تخلي الناس يدنقروا لك وبوسوا لك يدك، وين التواضع بتاعك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيو حتى المجنون يسوقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه ويؤدي له غرضه اللي هو دايره. وزي ما قلنا يا اخواننا، الانسان ينفع الناس، وده افضل الاعمال يا اخواننا. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان امشي مع اخي لي لقضاء حاجته، قال خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. تمشي تقضي لاخوك حاجه، تاخذ النيه وتحتسب وتخلص لله عز وجل، وتؤدي لاخوك اي حاجه، مشوار، غرض، شي كلفك بيه، أحسن لك من تقعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محتكف شهر. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم يا أخواننا؟ بألف صلاة. أفضل منها إنك تقضي لأخوك شنو يا أخواننا؟ تقضي لأخوك المسلم حاجته. شكد يا أخواننا، الواجب على المسلمين أن يعتنوا بأمر الأخلاق. وانت خلقت بالأخلاق الجميلة وبقيت عندك الصفات الجميلة دي، علم الناس وري الناس، زي ما قال الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوري الناس، قل لهم يا أخواننا الأخلاق، ووريهم الحق شنو والباطل شنو والأخلاق السيئة شنو، لأن يا أخواننا الخلق السيء زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، بيبوظ لك شغله كله، خصوصا لو انت داعية. عشان كده في الشارع تعمل حسابك شديد، بالذات الباندقون ديل، يقول لك الجماعة ديل عاملين فيها باندقون وهنديل، هذه أخلاقهم. تعمل حسابك شديد، انت مسكت في الدين ومسكت في السنة، انت بالذات تعمل حسابك أكثر من شنو؟ أكثر من بقية الناس. والمسلمين جميعا يا اخواننا يعملوا حساب ويتحلوا بالاخلاق الجميله،
لأن الكفار ديل بيعانوا لينا. يقول يهودي أخلاق المسلمين شكيدة، المسلمين يجب عليهم يتحلوا بالأخلاق الكريمة ويتواصوا بيناتهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بارك الله فيكم.